عايزين نبتدي مع نيافتك باللي ما يعرفش تفاصيل السيره العطره لسيدهم بشاي ووصيته اللي ذاع في مصر كلها وشفاعته اللي يعني ناس كتير جدا جدا بتتشفع بيه وليه كتير كمان من المعجزات. تدينا كده فكره سريعه عن سيرته العطر. القديس سيدهم بشاي من مواليد دمياط. اسرته تعرف بعيله بشاي. اخوه الاكبر كان اسمه سليمان وهو يعتبر الثاني. أخوه سليمان سنة 1784. القديس سيدهم بشاي مواليد 1785. ما نعرفش كتير عن طفولته، لكن قالوا بعد ما كبروا سليمان أخوه الأكبر كان كاتب في ديوان عام المحافظة في دمياط. القديس سيدهم بشاي كان متعين هنا في جمارك دمياط، ولثقة حسب السيرة لثقة محمد علي نقلوا جمارك اسكندرية علشان تحسين الأداء في جمارك اسكندرية. لما راح اسكندرية بدأ يشتغل جنب الجمارك في تجارة الأخشاب، فكان من وقت للتاني لازم بيجي دمياط علشان خاطر يخلص بعض الحاجات بتاعته والشغل بتاعه. في القصة برضو هل هو استمر في الجمارك بعد تجارة الأخشاب أو استقال وبقى شغله تجارة الأخشاب بس مش معروف قوي. لغاية لما كان هنا في مرة من المرات، والكلام ده كان سنة 1844. رايح الكنيسة، ما كانش فيه في دمياط غير كنيسة ماري جرجس اللي كانوا بيسموها كنيسة المدافع وما زالت موجودة لغاية دلوقتي. كان رايح الكنيسة فاعترضوا حد من الشباب، مش لغرض انه بس عارف ان ده من أرخنة الشعب القبطي ورايح الكنيسة هيصلي، فهو بس يعني تعطيل بس، فتفاداه وحاول ان هو يكمل المسيرة للكنيسة. فاتجمع شوية وبعدين بمرور قاضي المدينة او حاكم المدينة فلقى التجمهر بيسألوا ايه في ايه، فافتروا وادعوا ان القديس سيدهم بشاي سب الدين وغلط في الدين، فتحول الموضوع بقى الى محاكمة. برضو قعدوا يفتروا اكتر ونال من العذابات كتير. قعد حوالي 4-5 أيام كل يوم يعذبوا فيه، لدرجة إن هم سحلوه في شوارع المدينة على وشه. حتى من أثار التعذيب ممكن نلاقي الجسد مفيش الأنف من كتر التعذيب بتاعه. وآخر يوم اللي هو كان يوافق 17 برمهات، اللي هو 26 مارس، يوافق في 26 مارس، حد من الناس غلى زفت وكبوا عليه فأفاض روحه واستشهد على اسم المسيح. كان فيه هنا، كان في دمياط تتمتع بأن كان فيه معظم القناصل بتاع الدول الأجنبية كانوا موجودين، فلما عرفوا الموضوع وكده وكان فيه ظلم فبلغوا دولهم. الدول بتاعتهم اتصلت كان محمد علي ساعتها في مصر، فالخديوي أمر بعمل تحقيق. لما عرف أنه هو ظلم فكانت المكافأة أن يتعمل له جنازة رسمية، وسمح ساعتها برفع الصليب وأن الكهنة يلبسوا ملابسهم، وده كان ممنوع في الوقت ده. يمكن دي كانت المرة الأولى، يعني دي كانت المرة الأولى يرفع الصليب في الجنازة سيدنا، يعني في الجنازة ويمشوا بالصليب قدام الجنازة. واتعملت له جنازة رسمية، حضرها القناصل وحضرها كل الطوائف المسيحية اللي كانت موجودة في دمياط ساعتها. وتم دفنه في المقابر في كنيسة ماري جرجس. كلام ده سنة 1844. هو اتنيح واستشهد عن عمر 59 سنة. هو موليد 1785، اتنيح واستشهد في 1844.
مع مرور الوقت هو كانوا بيتوارثوا سيرته وكانوا بيتوارثوا مكان دفنه، لكن مع الوقت اتنسى هو اندفن فين بالظبط، لان طبعا الكنيسة والمدافن مر عليها مراحل تعمير وتجديد طبعا مع الزمن. لكن هو الدفن كان في مدفن مخصوص ولا دفن عادي مع قرايبه؟ ما انا بقول لحضرتك هي كانت المدافن، فممكن يكون اندفن في قرايبه، بس مع التجديدات اللي حصلت محدش عارف هو مكانه فين. لكن هي في اطار كنيسه ماري جرجس. وكان الشباب من وقت للتاني كانوا بيتجمعوا في المكان ده، لكن مش عارفين يحددوه بالظبط. كانوا بيتجمعوا في المكان ده ويعملوا له تمجيد.